تحاول جماعات الإخوان الإرهابية أيضاً وأعلامها الكاذب تشويه ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، ولا تتوقف أكاذيب مرتزقة إبليس كل يوم بترويج معلومات مغلوطة وشائعات. ومن أهم الملفات التي تقوم جماعات الإخوان الإرهابية بترويج أكاذيب بشأنها هو ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك لخداع المواطنين وإثارة البلبلة لدى الرأي العام، رغم أن الهدف من قانون التصالح هو حماية المواطن، حيث أن حصيلته ستعود للشعب مرة أخرى، وذلك لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية والإسكان الاجتماعي. فالجماعة الإرهابية تعتمد على العنف والتخريب ومحاولة نشر الفوضى من خلال الأكاذيب والشائعات. وعلى مدار السبع سنوات الفائتة فشلت الإرهابية فيما خططت له، وأصبح أعلامها في حالة إفلاس تام، ما أصاب قيادتها بالإحباط، وذلك بفضل وعي الشعب المصري الذي يدرك المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد. والمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول هذا الموضوع أيضا، ينضم إلينا هاتفيا منير أديب الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية. أرحب بك سيد منير بداية على شاشة أكسترا نيوز. أهلا وسهلا بك يا فندم وكل مشاهدينك الكرام. إذن هذه الحملات من يعني التشويه والأكاذيب المغرضة لهذه الجماعة الإرهابية بهدف تشويه الرأي العام المصري، يعني دائما ما تقوم مصاحبة لأي مشروع جديد أو لإنجاز تقوم به الدولة المصرية، لما سيد منير الاستمرار في نفس هذه الحملات مرارا وتكرارا؟ على ماذا تعول هذه الجماعة الإرهابية؟ يعني أعتقد أنه حركة الإخوان المسلمين ليس لديها ما تستطيع أن تقدمه للمصريين، أو دعينا نقول أن المصريون كشفوا حقيقة هذا التنظيم رغم عمره الطويل الذي ربما يصل إلى 100 عام الآن أو قارب ذلك. ولذلك هؤلاء ليس لديهم ما يستطيعون أن يقدموه للناس، فاتجهوا إلى الخطوة الثانية، والخطوة الثانية هذه هدفها هو تشويه النظام السياسي، هو محاولة تشويه مؤسسات الدولة، ومن خلال ذلك يحاولون الوصول إلى المجتمع المصري مرة أخرى، ومن ثم يقدمون أنفسهم لدى هذا المجتمع. رغم هذا الإفلاس الشديد لدى الإخوان ولدى قيادات هذا التنظيم المتطرف، إلا أنهم ما زالوا يحاولون، وهذه المحاولات ربما لها دلالة أن هؤلاء لديهم نقول مشروع، وهذا المشروع هو قائم على فكرة السيطرة، فكرة الانقلاب على الدولة بثوابتها، فكرة الوصول إلى الحكم حتى وإن كان الناس يرفضون ذلك. وأعتقد أنهم بعد العام 2013 ربما كشفوا عن كثير من أفكارهم، وأعتقد أن هذه الأفكار قرأها الكثير أيضا من الباحثين والسياسيين. هؤلاء لهم علاقة بالعنف، ربما بالعنف كفكرة والعنف كسلوك، ربما استخدموا هذا العنف كسلوك بعد العام 2013 بعدما مارسوه ربما في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي ومطلع الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ولكننا قلنا وما زلنا نقول أن الإخوان هي فكرة نشأت على العنف، وهم يستخدمون العنف في الوقت الذي يحددونه، ولذلك خطر الإخوان ربما في أفكار الإخوان. ولذلك نحن نرى أن التنظيم الآن في طريقه إلى التحلل الحقيقي، لا أحد يستمع إلى الإخوان، ومنصاتهم الإعلامية ليس لديها ما تستطيع أن تقدمه غير طيب سيد منير، نعم عذرا للمقاطعة، ولكن حضرتك تقول أنه خطر الإخوان تكمن في أفكار الإخوان، وبات الشعب المصري يعني على مدار الست سنوات الفائتة مدرك لهذه الحقيقة. السؤال هنا، هل تعتقد أنه الشعب أو المواطن المصري أصبح يفند هذه الأفكار وهذه الأكاذيب المغرضة بطريقة ذاتية، أم أنه لا بد من الرد واتباع أساليب ومناهج معينة أيضا من قبل وسائل الإعلام للرد بشكل متواصل على هذه الأكاذيب؟ يعني أعتقد أن هذا السؤال إجابته يعني تحتمل شقين. أن فكرة الرد وفكرة التفنيد هي فكرة في غاية الأهمية ومطلوبة، خاصة وأننا
يعني لدينا قطاعات من الناس قد تقع تحت تأثير هذا الخطاب الإعلامي المتطرف. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك قضايا يطرحها الإخوان الهدف منها هو إثارة البلبلة، وأعتقد أن كثير من المصريين بل أغلبهم ربما لا يصدق ما يطرح في الإعلام الإخواني، وبالتالي هنا هذه القضايا على وجه التحديد أرى أنه من الأفضل عدم الحديث فيها أو تناولها أو حتى الرد عليها، لسبب لأنهم يتحدثون في ثوابت أدركت الشعب المصري أنهم يكذبون في هذه القضايا، وبالتالي فكرة الرد عليها هي فكرة ربما تحقق ما يريده الإخوان. ولذلك الإخوان الآن في حالة إفلاس شديد، وأعتقد أن المصريون أصبح لديهم وعي حقيقي يستطيعوا من خلاله تسميد كل هذه الادعاءات. ولكن طيب قبل الانتقال الى هذه النقطه سيد منير، حضرتك ذكرت انه هناك فئه معينه ايضا من الجمهور تنطلي عليها، او يعني فئه قليله جدا تنطلي عليها هذه الاكاذيب. من هي الشريحه المستهدفه او التي تريد جماعه الاخوان المسلمين التاثير عليهم في خطاب اعلامي بالفعل لا يمكن ان ينطلي على احد؟ اعتقد انهم يعملون على البسطاء، يعملون على أنصاف المتعلمون، يعملون على الأشخاص الذين ليس لديهم إدراك سياسي حقيقي أو لم يصل إليهم الوعي بشكل نستطيع أن نقول أنهم لديهم نضج أو لديهم وعي حقيقي. هؤلاء هم في خطر، ولذلك نحن دائما نتحدث بضرورة المواجهة الفكرية، بضرورة أن يكون هناك إعلام قوي قادر على التسميد وقادر أيضا على زيادة الوعي لدى هذه الطبقة الكبيرة. ولكن أنا شخصيا مطمئن أن حالة الوعي لدى المصريون زادت بصورة كبيرة منذ العام 2013 وحتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن مصري، عن الشعب المصري الذي نجح في القيام بثورة كبيرة على تنظيم كبير، ربما نجح في إسقاط هذا النظام السياسي، وأعتقد أن هذا النجاح ربما كلف المصريون، وكان المصريون يدركون أن هذه التجربة أو أن هذه الثورة سوف تكلفهم الكثير، ورغم ذلك اتجهوا إلى هذه الثورة. وأعتقد أن مصر الآن في طريق ربما أفضل بكثير مما كان يريده هؤلاء، ورغم ما كان يقال قديما أن هذا التنظيم أفراده كتب وأنهم مسلحون وأنهم قادرون على تنفيذ عمليات إرهابية كثيرة، إلا أن المصريون رغم ذلك واجهوا هذا التنظيم ونجحوا أيضا، ومع ذلك هم لا يدأبون يعني يحاولون بث المزيد والمزيد من الأحباط في محاولات فاشلة منهم، وذلك لهدم الدولة المصرية وأيضا مؤسساتها. سيد منير، حضرتك ذكرت نقطة مهمة للغاية وهي المواجهة الفكرية ضد هذا التنظيم، ولكن السؤال هنا إلى أي مدى الرد على هذه الأكاذيب تتأتى أيضا من خلال الواقع، على أرض الواقع؟ يعني اعتقد انه المواجهه الامنيه والعسكريه، اي تنظيم متطرف هناك ثلاث صور من المواجهه، مواجهه امنيه وعسكريه ومواجهه فكريه. المواجهه الامنيه لها علاقه بتفكيك التنظيم، وهو مواجهه هؤلاء المتطرفون الذين يستخدمون السلاح ومن ثم القاء القبض عليهم وخلاف. المواجهه العسكريه المقصود المعلومات الاستخباراتيه التي تستطيع أجهزة الأمن من خلالها مواجهة أي تنظيم، وأعتقد أن هاتين الصورتين نجحت الدولة المصرية في مواجهة هذا التنظيم وغيره من التنظيم بالمواجهة الأمنية والمواجهة العسكرية. المواجهة الفكرية، هذه المواجهة لابد أن تقوم بها كل مؤسسات الدولة بلا استثناء، بل لابد أن يكون للمجتمع المدني دور في المواجهة الفكرية، بل أرى أن كل مصري عليه دور في فكرة هذه المواجهة. هذه المواجهة الهدف منها ليس تفكيك التنظيم، تفكيك التنظيم هو دور المواجهة الأمنية والعسكرية، أما تفكيك الفكرة المؤسسة للتنظيم التي قام عليها التنظيم هو دور المواجهة الفكرية. وأعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا في المواجهة الأمنية والعسكرية، لم يبقى الآن
إلا تفكيك الفكرة المؤسسة للتنظيم. وإذا نجحنا في هذا الأمر من خلال كل مؤسسات الدولة ومن خلال المصريون جميعا، أعتقد بعد ذلك لن يبقى شيء يستطيع من خلاله هؤلاء المتطرفون خارج البلاد أن يدعو غيره، ولكن سواء داخل البلاد أو غيرها. هناك فكرة التمويل فقط سيد منير، مسألة ضبط أيضا مصادر التمويل خاصة التمويل الذي يتأتى من الخارج، كيف يمكن ضبط هذه المسألة؟ يعني أعتقد أن الدولة المصرية نجحت فيما سمي بالمواجهة الأمنية والعسكرية لهذا التنظيم المتطرف، وجزء من هذا النجاح هو ضبط هذا التمويل الذي كان يأتي في وقت من الأوقات وتحديدا بعد العام 2011 إلى الإخوان ربما داخل البلاد حتى بعد العام 2013. ضبط هذا الأمر ومنع هذا الدعم الذي يقدم من دول ومن أجهزة استخبارات دولية. سيد كريم عبد السلام، نفذ وقتي بشكل كامل وعذرا للمقاطعة، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.